مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، عيد سعيد عليكم. مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، حفلات مميزة كالعادة من مجلس إدارة النادي الأهلي. لكن الحقيقة يمكن السنة دي ليها طابع خاص، فنانين مميزين معانا كمان في اليوم ده، فنان رائع ومميز أهلاوي صميم، فنان الكبير محمد رشاد طبعا اللي بنتشرف بيه إن هو متواجد معانا هنا في مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد. عايز أقول لك في البداية كل سنة وأنت طيب، عيد سعيد عليك. دايما بتلبي الندى، النادي الاهلي عندك انا عارف هو رقم واحد، ودايما بتلبي النادي الاهلي في القلب طبعا. كل سنه طيب، وكل جماهير الاهلي يا رب طيبين، واعضاء مجلس الاداره دايما بكل خير يا رب. وده الطبيعي والمعتاد يعني، ان هم في كل مناسبه بيحبوا ان هم يفرحوا اعضائهم وجماهيرهم والناس اللي بتحب الاهلي من قلبها. الحمد لله كلنا أهلوية بالوراثة وبالميلاد وبالدم، أنت الواحد بيتولد أهلاوي ومحب لله الحمد لله. قول لي، ما بيشوف السعادة على الأعضاء هنا إن هم بيشوفوا نجم كبير زي محمد إن هو يكون متواجد معاهم في أيام العيد، ده بينعكس عليك على ما أعتقد قبل ما تكون أهلاوي، قبل ما تكون فنان، قبل ما تكون إنسان، بينعكس عليك بشكل كبير جدا يا محمد. بص، هو أكيد الروح اللي ما بين الجمهور والفنان دي حاجة كبيرة جدا بالنسبة للفنان يعني، أو للمطرب بوجه عام لما بيكون على الستيج وبيشوف التفاعل بتاع اللي معاه، وبيشوف حبهم، بيشوف فرحتهم بوجوده أو فرحتهم بالأداء اللي هو بيأديه وبالأغاني اللي بيغنيها دي، بتخليه يعني هقول لك هايبرد يعني، طاير فوق السحاب فوق الدنيا كلها. فانا من اكتر الحاجات اللي بحبها وجودي على الستيج والتفاعل والرياكشنز اللي بيكون ما بيني وما بين الناس، دي متعه الدنيا كلها بالنسبه لي. هاخد منك تمنيتين، الاولى للنادي الاهلي والثانيه لمنتخب مصر. ابدا بمنتخب مصر اللي عنده مباراه مهمه، تقول ايه لمنتخبنا وتمنياتك ليه في كاس العالم يا محمد؟ اكيد انا بتمنى لكل رجاله المنتخب اللي بيشرفونا ورافعين راسنا بوجودهم في في في, في حدث مهم زي كاس العالم بعد 28 سنه، طبعا كلنا مستنيين كده. بتمنى من كل قلبي يا رب ربنا يحميهم ويحرسهم ويحفظهم ويفرحوا الشعب المصري اللي مستني فرحة يعني. أنا عن نفسي ببقى قاعد مستني لعبة حلوة، مش مهم جون، بس المهم إن هم يعملوا اللي عليهم وربنا يحميهم ويكرمهم، ويا رب يا رب يا رب نصعد للدور الثاني والثالث والرابع يعني، يا رب يرجعوا بالكاس يعني، يا رب يا رب. رسالة لأعضاء الجمعية العمومية اللي منتظرينك، قاعدين منتظرين نجمنا الكبير محمد رشاد، تحب تقول لكل أعضاء النادي الأهلي؟ أحب أقول لهم أنا بتشرف بوجودي معاكم، كل سنة وأنتم طيبين وبكل خير، ودايما أشوفكم في الفرح وفي الأعياد، وإحنا إخوات وأنا في بيتي وفرحان بيكم جدا، ويا رب ربنا يحميكم ويحفظكم، ومن أعلى الأعلى الأعلى الأهلي في القلب. كل سنة وأنتم طيبين للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل سنة وأنتم طيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، كل سنة وأنتم طيبين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، كل سنة وأنتم طيبين أعضاء النادي الأهلي بفروع الثلاثة، كل سنة وأنتم طيبين للشعب المصري كله، كل سنة وأنتم طيبين للجمعية العمومية للنادي الأهلي جميعهم وفرع الشيخ زايد. قول لي على الحفل النهارده، حضور محمد رشاد واحد من نجوم الأهلاوية، كمان أهلاوي صميم بيحب النادي الأهلي، حابب تقول إيه قبل بداية الحفلة محمود بيه؟ احنا بنحب كل اللي يحب النادي الاهلي، فعشان كده كل نجوم الاهلي وكل محبين الاهلي احنا بنحبهم، حب نستمتع بيهم ويبقوا موجودين عندنا تملي. النادي الاهلي ما بيدخلش جهد لاعضاء الجمعيه العموميه والاعضاء النادي الاهلي كلهم وجمهور النادي الاهلي انه يقدم كل خير وكل حاجه جميله وكل حاجه كويسه للنادي الاهلي. مش بس الحفلة دي، الحفلة الرئيسية اللي هي ثالث أيام العيد اللي بيحيليها اثنين مطربين شباب، المطرب محمد رشاد والمطربة صابرين جيلي، والناس دول ناس محبين للنادي الأهلي ومشجعين للنادي الأهلي. ده مجموعة من الحاجات اللي اتخذها مجلس إدارة وصدع عليها، وإحنا كان لنا فرع الشيخ زايد نصيب كبير منها عشان إسعاد أعضاء النادي الأهلي. في رمضان زي ما انتم شفتوا خيمة رمضانية كانت بتقعد لغاية الفجر، خدمة على أعلى مستوى. إحنا كل همنا خدمة أعضاء الجمعية العمومية، يلاقي خدمة كويسة، يلاقي مكان كويس يقعد فيه، يلاقي معاملة كويسة، يلاقي حد لحل مشاكله.
قد يكون في بعض الامور يحصل معترك، ده حاجه طبيعيه، لان احنا انت بتوصل للقمه والمحافظه على القمه دوت شيء صعب. المهم المحافظه على القمه. فاحنا عملنا كان اول ايام العيد وتاني يوم العيد كان بارك وكان في حفل الاطفال وحفل شو العرايس. تالت ايام العيد البسين مزدحم. احنا رواد بيجي للنادي الاهلي من 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 حصر الاعضاء اللي بيخشوا والزائرين اكتر من 2000 واحد في تلات ايام بتوع العيد ده. النهارده اكتر من 3000 واحد دخلوا النادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي فرع الشيخ زايد بقى مكتسب للناس، كل الناس. واحنا طبعا احنا في خدمه النادي الاهلي كله. كل الناس بيبقوا سعداء وكلهم بيثنوا على تواجدهم وجودهم في النادي الاهلي كله، تمام. واحنا ان شاء الله جزء من منظومه النادي الاهلي، من عائله النادي الاهلي اللي مجلس الاداره ده عليها. واحنا عائله النادي الاهلي بروح الفانيلا الحمراء، بنعمل لمصلحه النادي الاهلي ومصلحه اعضاء النادي الاهلي.
عاش يا اهلاويه. شايف حد زملكاوي معانا؟ رسالة شكر لرئيس النادي وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وبأوجه شكر خاص المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ما بيدخرش جهد لعمل كل شيء جميل لأعضاء النادي الأهلي. هو عايش معانا خطوة بخطوة. النهارده اللي حصل الاعضاء في مشاكلين، حل ايه؟ انا بوجه له شكر المدير التنفيذي للنادي الاهلي الاستاذ محمد مرجان على المجهود اللي هو بيبذله علشان تملي يخرج تيم النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي وفروع النادي الاهلي بالشكل الجميل دوت. انا بوجه شكر كمان خاص لفريق العمل بتاعي اللي هم بصراحه من اول رمضان بيقعدوا للساعة 3 وبعدين بعد كده في النهاية يبتدي يشوفوا ايه النادي ونظافة النادي عشان يليجوا العضو تاني يوم يبقى شايف حاجة جميلة. وبخص بيهم طبعا انا هبدأ الاول بقى، مش هجيب من اللي هي مسؤولة العلاقات العامة الأستاذة ميرفت بذلة مجهود جميل، المهندس إسلام، مهندس إسلام مهندس الصيانة بذل مجهود جبار في الخيمة والشغل ورمضان والعيد والشاشة ومباراة كأس العالم صراحة. مدير الخدمات الاستاذ نواب زيد بذل مجهود رهيب. العمليه خلي بالك صعب قوي، في مش سهل يكمل. احنا بيجي لنا، انت لو حصرت العدد ده اللي هيقعد هنا، احنا عاملين 1300 كرسي قدام بس، فما بالك النادي؟ احنا روادنا دلوقتي في النادي 2500. بوجه له الشكر، بوجه الشكر لمدير مجمع محمد ساحم دكتور محمد عبد الله، معانا مدير النشاط الرياضي علي هارون، والله فريق عمل ممتاز. ارجو ما كنتش نسيت حد. الناس دي بتشتغل وهي يعني مش عايز كلمه شكر. احنا بنحب النادي الاهلي وبنحب اعضاء النادي. قد يكون يحصل حاجه بسيطه خارج عن ارادتك، احنا بنعتذر للناس لو في حاجه خارج عن ارادتنا، لكن احنا انا بقول لها منظومه كده، احنا مشجعين النادي الاهلي، بنحب النادي الاهلي، اتولدنا احنا واخدنا النادي الاهلي بالوراثه، عيلتنا بالوراثه، اعضاء في النادي الاهلي، شغالين في النادي الاهلي. طب احنا ايه اللي يخلينا اللي هو دمنا النادي الاهلي، مصر والنادي الاهلي؟ طب ايه اللي يخلينا ما بندخرش جهد وان احنا نبقى عايزين نسعد الناس؟ فده انا بوجه شكر لاعضاء الجمعيه العموميه، لاعضاء كلهم اللي هم مسندني، اعضاء الشيخ زايد اللي انا في كل وقت انا ببقى ماشي كده والله الناس ما اعرفها، يقولوا بس احنا عايزين نشكرك على التغييرات اللي حصلت، تمام؟ بوجه له شكر لاعضاء الشيخ زايد، لاعضاء النادي الاهلي كلهم اللي انا كنت في يوم الايام في فريق عمل الجزيره وفي كل مكان، متشكرين جدا لكل من عاوننا عشان نبقى نحط لبنا في النادي الاهلي، متشكرين جدا لقناه الاهلي كمان. رقم واحد في مصر الاهلي وبس. طبعا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي بكل اعضائه كلكم، بشكركم كلكم وبتشرف ان انا موجود في وسطكم النهارده، ويا رب يا رب يا رب نقضي وقت حلو مع بعض ويكون خفيف على قلوبكم ونغني مع بعض بقى ونسقف ونعمل كل حاجة. تسجيل؟ أكيد؟ لا ده احنا الأهلي يعني لازم أسمع صوت عالي. متفقين؟ بس كده ماشي. أنا عادي. Whoa!
سلام طيبين، برحب بقناة الأهلي وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعا. زي ما حضرتك شايف ما شاء الله المساحة بتختلف فعلا عن جزيرة ومدينة نصر، بتدينا وسع أكتر، بتدينا إمكانيات إن احنا نعمل حاجة أكتر. الخضرة في المكان مخلية النادي رايح لمنتجع سياحي، وده كان هدفنا من الأول، من أول ما جينا الحمد لله، وده كان مجلس الإدارة كان حابب إن احنا نشتغل على الموضوع ده والحمد لله. قول لي النهارده الحفلة ويمكن لو الفيشاوي وعماد مدير الأمن والتجهيزات، قول لي خدت منكم قد إيه تجهيزات بالنسبة للعيد، لأن العيد كمان الناس بتيجي غير الحفلات بيبقى فيه تواجد كبير هنا في النادي. والله احنا بنشتغل على البلان اللونج تيرم، بنشتغل من الأول ما جينا شغلنا على شم النسيم، والحمد لله النادي لقى نجاح وانتوا صورتوا شفتوا الكلام ده. بعدها ابتدينا ان احنا نركز على الخيمة الرمضانية اللي انتوا طبعا شفتوها برضو، الحمد لله كانت لقت اقبال كبير في النادي، واعضاء الجزيرة ومدينة نصر ابتدوا ان هم خلاص عسوا ان ده بيتهم الاساسي اكتر من اي مكان تاني. موضوع سادات العيد الحمد لله انت حضرتك شايف الحفلة، محمد رشاد وصابرين النجيلي الحمد لله الحفله زي ما انت شايف، العدد هو اللي يتكلم مش احنا اللي نقدر نتكلم. قول لي حابب تقول ايه لاعضاء الجمعيه العموميه الفتره اللي جايه، بتتمنى لهم ايه وبتتمنى لكل اعضاء النادي الاهلي؟
أعضاء الجمعية العمومية أتمنى أن احنا نكون عند حسن ظنهم، بداية من مجلس الإدارة، بداية للمكتب التنفيذي والإدارة التنفيذية، وإحنا طبعا وكلنا والعاملين والكل الموجودين في خدمة عضو الجمعية العمومية. وفي دي I'm